استجاب للبائسين. هناخد كلمة استجاب للبائسين ونلاقي في رسالة معلمنا يعقوب نفس القرايات، يقول كده: خذوا يا أخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب، ها نحن نطوب الصابرين. هاخد من المزمور كلمة البائسين ومن الكسلكون كلمة الصابرين. هنتكلم عن، هنسميها كده مدرسة أو كلية، هنسميها كده كلية الأبطال الصابرين. كلية الأبطال إيه؟ الصابرين. لو سألنا كل اللي في السماء، كل الأبطال اللي في السماء، هنلاقي كان شعارهم حاجة واحدة، إيه هي؟ جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، اللي هي استجابة للإيه؟ للبائسين. البائسين أو الأبطال، فإحنا هنسميها كلية الأبطال الصابرين. نلاقي كده في رؤية يوحنا يقول كده: هؤلاء الذين أتوا من الضيقة العظيمة. ويوحنا يقول لهم: أنا أخوكم وشريككم في إيه؟ في الضيقة. كل اللي في السماء الأبطال الصابرين دول جايين من ضيقة، جايين من طريق واحد، اتخرجوا من كلية واحدة، دخلوا من باب واحد اللي هو ايه؟ الباب الضيق، او كلية، اتخرجوا من كلية الأبطال الايه؟ الصابرين. عشان كده انجيل النهاردة لاقي كده: احبوا اعداءكم، احسنوا الى مبغضيكم، باركوا لعينيكم. ممكن واحد يشوف الايات دي صعبة، زي احنا كلنا كده، احنا على الارض، اشوف طيارة فوق كده اقول دي سواقتها صعبة قوي، ازاي هو في الجو كده؟ لكن لما اخش كلية الطيران هتعلم ازاي اطير، وهشوف ان الحاجات دي سهلة. كلية الابطال الصابرين ديت هي كلية الطيران بقى، اللي هتخليني فوق الارض، شايف الارض بمنظور تاني. كل اللي فوق طاير، هو شايف الارض بمنظور تاني غير المنظور اللي احنا شايفينه بيه، شايفها بمنظور اوسع، بمنظور اعلى. كلية الطيران ديت او كلية الابطال الصابرين هتخليني فوق في السماء، شايف الارض بمنظور تاني، شايف الوصايا ديت مش صعبة، شايف الوصايا ديت هي جزء مني، لان انا واخد امكانيات جديدة، واخد طبيعة جديدة، هقدر اعيش الوصية. كل الابطال اللي كانوا في المدرسة ديت اتعلموا وصبروا وجهدوا وشهدوا وحفظوا الوصية وتنزلوا عن حاجات، عشان كده وصلوا الى ايه؟ الى الراحة، اتخرجوا من الكلية ديت. عشان كده بولس الرسول بيقول: اجتهدوا ان تدخلوا الى تلك الراحة. الكلية ديت، كلية الابطال الصابرين، هتعلمنا ثلاث مبادئ في الكلية ديت وثلاث لغات. ثلاث مبادئ وثلاث ايه؟ لغات. اول مبدأ هتعلمه في الكلية ديت مبدأ لا تخف. مبدأ لا تخف، يعني لو كنت من البائسين، لو كنت في ضيقة، لو كنت في تجربة، خلي عندك إيمان. لأن بولس الرسول بيقول كده: لم تأخذ روح العبودية للخوف، يعني أنت مش جواك روح الخوف والعبودية، أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. يعني أنت واخد روح تبني، بقيت ابن، فلا تخف، عشان أنت بقيت إيه؟ بقيت ابن، مش في العبودية، أنت بقيت ابن. لا تخف كمان، أو خلي عندك إيمان، مهما كانت الضيقة أو المشكلة أو التجربة أو الباب ضيق، لأن أنت وارث معه. يقول كده: إن كنا نتألم معه هنتمجد إيه؟ معه، وارثين مع المسيح، ورثة المسيح. بولس الرسول يقول كده: ورثة المسيح. لا تخف كمان، لأن بطرس الرسول كده في رسالته الأولى يقول كده: أنتم الذين بقوة الله محرصون. ولا تخف، خلي عندك إيمان، لأن بضيقات كثيرة ينبغي إيه؟ أن ندخل ملكوت السماوات. ونلاقي المسيح لما جاء من معجزة للراجل اللي كان عنده ابن عليه روح نجس، يقول له: لا تخف، آمن إيه؟ فقط. لا تخف، آمن فقط. فالإيمان مهم جدا، أو أول مبدأ هنتعلمه في الكلية ديت أو مدرسة الضيقات، أو هنسميها كلية الأبطال الصابرين. زي ما في يوحنا الأولى كده يقول كده: كل من ولد من الله
يغلب العالم، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. هتغلب بالإيه؟ بالإيمان. ثقوا أنا قد غلبت الإيه؟ العالم. يبقى أول مبدأ إيه؟ نحفظه مع بعض. أول مبدأ لا تخف. تاني مبدأ هتعلمه في الكلية لا تيأس. لا تيأس يعني خلي عندك رجاء. أقوى سلاح ممكن نحارب به الشيطان هو الرجاء ده، يعني أنا بتمسك بوعود ربنا. وأقوى برضو سلاح هو بيحاربنا بيه في كل حروبنا وفي كل ظروفنا وفي كل ضيقاتنا هو اليأس، عايز ينسينا وعود ربنا. بس أنا هقوله كده وأنا بتعلم في المدرسة وفي الكلية المبدأ ده، هقوله يا رب زي ما عديت بيا البحر الأحمر أنت هتعدي بيا إيه؟ أي بحر. زي ما عديت بيا البحر الأحمر أنت هتعدي بيا أي بحر أنا هقابله بعد كده. خلي عندك رجاء لأنه سر أن يعطيكم الملكوت. لا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم قد سر أن يعطيكم الإيه؟ الملكوت. وخلي عندك رجاء لأنه لا يدعكم تجربون فوق إيه؟ ما تستطيعون، بل يجعل مع التجربة الإيه؟ المنفس. خليك واثق من كده. خلي عندك رجاء كمان لأنها الضيقة ديت وقتية. يقول كده بولس الرسول لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر إيه؟ ثقل مجد أبدي. فما تخافش وخلي عندك رجاء لأنها تعطيك ثقل مجد أبدي مهما كانت هي هنا، لكن بكل ده بيديك ثقل مجد إيه؟ مجد أبدي. زي ما بولس الرسول قال كده آية جميلة جدا لو نعرف نحفظها، هي في كورنثوس الثانية إصحاح أولاني آية 10. يقول كده الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي، الذي لنا رجاء فيه إنه سينجي فيما بعد. يعني هو نجى وبينجي وهينجي في فيما بعد. عشان كده بولس الرسول هو في السفينة لما انكسرت يقول سلمنا فصرنا إيه؟ نحمل. خلي عندك رجاء إن أنت دايما إيه؟ هتحمل. انكسرت أي حاجة في حياتك برضه هتحمل. ويقول كده بولس الرسول القادر أن يحفظ إيه؟ وديعتي. أنا وديعة في إيدين ربنا، هو القادر أن يثبتكم ويحفظكم إلى يوم ظهوره. فخلي عندك رجاء في المدرسة ديت كده، تعلم أن يكون في رجاء عندك، تمسك بإيه؟ بوعود ربنا. يبقى أول مبدأ هتعلمه لا تخف، تاني مبدأ لا تيأس، تالت مبدأ إيه؟ لا تتسرع. ما تتسرعش ان انت تخرج من الضيقة او تحلها باي حاجة او تفكر في اي تفكير بشري. يقول كده افتكر ان بصبركم تقتنون ايه؟ انفسكم. عشان كده في الكاثوليكون ها نحن نطوب الايه؟ الصابرين مش المتسرعين، الايه؟ الصابرين. فما تتسرعش ان انت تخرج منها او تحلها باي حل بشري. افتكر كده الذي يصبر الى المنتهى فهذا ايه؟ هذا يخلص. وفي رسالة معلمنا يعقوب كده يقول طوبى للرجل الذي يحتمل الايه؟ التجربة. يحتمل يعني في صبر، ما بيتسرعش، لانه اذا تزكى ينال اكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. عشان كده بولس الرسول يقول الضيق ينشئ صبر والصبر في تزكية. ما تتسرعش عشان يكون في تزكية ليك. أكتر حد خد التزكية ديت وصبر هو مين؟ أيوب. نلاقي في سفر أيوب الضيقة حصلت لأيوب في الإصحاح الثالث، في الإصحاح الثالث ربنا استجاب لي أو سمع صوته أو ابتدى يكلم أيوب في الإصحاح 37، من الإصحاح 3 للإصحاح 37. صبر. بس في الاخر نطوب الايه؟ الصابرين. وجيل التلاميذ ماشي على البحر فين؟ في الهزيع الرابع. بس المهم ان هو ايه؟ ان هو جه. فتالت مبدأ لا ايه؟ لا تتسرع. عشان كده في رؤية يوحنا، يوحنا كده يقول هنا صبر القديسين. هنا صبر الايه؟ كل القديسين الابطال اللي فوق في صبر، كان في صبر عندهم. هنا صبر القديسين الذين تمسكون بوصايا الله والإيمان بيسوع.
في إيمان هيبقى فيه صبر. افتكر ان العلامة اللي بتميزهم فوق قال هنا صبر الايه القديسين. فما تتسرعش وانت في الضيقة او انت في التجربة. افتكر دايما كده ان كله الايه للخير. قديس باسيليوس الكبير ليه قول حلو قوي، بيقول ايه؟ بيقول مريض يطلب صحة ولا يعلم ما هو الصالح لي، الصحة ام المرض. مريض يطلب صحة ولا يعلم ما هو الصالح لي، الصحة ام المرض. يقول كده ربما هذا المرض يقوده الى شفاء روحه، هذا المرض الجسدي يقوده الى شفاء ايه؟ شفاء الروح. ونلاقي كده ابونا بشوي كامل بيقول قول حلو قوي، بيقول حتى بيقول الضيقات هي عملية تجميل يجريها الرب يسوع في نفوسنا. حتى لو طالت عملية التجميل ديت انا هصبر، لان انا واثق ان انا هخرج احلى وايه واحسن. مار اسحاق كده يقول ان شاء الله ان يريح ابنائه الحقيقيين لا يرفع عنهم التجارب بل يعطيهم قوة ليصبروا عليها. يعني بتبقى نعمة من ربنا، مش ان هو يطلعنا من التجربة، هيعطينا قوة لنصبر ايه لنصبر عليها. يبقى تلات مبادئ هنتعلمهم في كلية الابطال الصابرين: لا تخف، لا تيأس، لا ايه لا تتسرع. عشان انجح في الكلية ديت او انجح في المدرسة اهم حاجة ايه؟ الوقت، صح ولا لا؟ ما تضيعش وقت. عشان كده في البولس يقول مفتدين الوقت لان الايام ايه شرير. اسلكوا بتدقيق، حاولوا تاخدوا الثلاث مبادئ دول، حاولوا تتعلموهم وانتوا في المدرسة، عشان الوقت مفتدين الوقت. لو عايز تتخرج من الكلية ديت بتفوق اهتم بالوقت. عشان كده لو عايز تدخل الابدية برضو اهتم بالايه بالوقت بتاعك. انت مضيعه في ايه؟ هل بتجاهد عشان التلات مبادئ دول ولا في جهاد تاني؟ لو اي حد فينا عايز يدخل يروح شركة حلوة، يقول الشركة ديت عايزة ايه؟ عايزة لغة. عشان تدخل شركة حلوة عايزة لغة. بنقول لأولادنا كده لازم يكون في معاك ايه؟ معاك لغة. لو عايز ادخل الابدية لازم يكون معايا ثلاث لغات. في المدرسة ديت او في الكلية ديت هتعلم قلنا ثلاث مبادئ وثلاث ايه؟ لغات. لو عايز ادخل شركة حلوة قلنا هتعلم لغة، لكن لو عايز ادخل شركة مع المسيح او شركة في المسيح هتعلم الثلاث لغات دول برضو من المدرسة ديت. اول لغة هتعلمهاني الكلية ديت، كلية الضيقات، لغة الاتضاع. نلاقي سمة واحدة لكل الابطال اللي فوق، الابطال الصابرين، انهم كانوا ايه؟ متضعين. انا شاعر دايما ان عكازي هو مين؟ هو المسيح. فالاتضاع هيقودني الى الاتكال، هيقودني الى التسليم. وطالما في اتكال وفي تسليم يبقى سلمنا فصرنا ايه؟ نحمل معاه. دي اول لغة. تاني لغة هتعلمهاني المدرسة ديت هي لغة الصراخ. دايما هتعلم اصرخ. يقول كده في مثل قاضي الظلم للأرملة: أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه نهارا وليلا؟ أقول لكم ينصفهم سريعا. ينصفهم إيه؟ سريعا. ونلاقي في مزمور كده أول مزمور من صلاة النوم: من الأعماق صرخت إيه؟ إليك يا رب. فيقول من الأعماق صرخت إليك، نلاقي يرد كده استجابة للبائسين. ربنا عايز يقول أنا بعمل ده كله عشان أوصل لكلمة الأعماق صرخت إليك. عايز أوصل للأعماق بتاعتك، عايز الأعماق بتاعتك ديت أبقى أنا فيها. أنا بعمل ده كله عشان أعماقك ما يكونش فيها حاجة غيري. ولما يخرج من أعماقك هذا الصراخ، عوض هذا الصراخ، هدي لك استجابة وهدي لك سلام وهدي لك تعزية وهدي لك فرح في الروح القدس. وصدى الصراخ هيبقى في استجابة وفي تعزية وفي سلام وفي فرح. دي تاني لغة. تالت لغة هي لغة الشكر. يبقى تلات
مبادئ، لا تخف، لا تيأس، لا تتسرع، وثلاث لغات، لغة الاتضاع ولغة الصراخ ولغة الشكر. اشكروا في كل حين على ايه؟ على كل شيء. ربنا يدينا دايما ان احنا نعيش هذه المدرسة، نتعلم منها ونستفيد ونفتدي كل وقت لمجد المسيح، ولهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. نيته خنوم اسمين يسوى بتبايو بيوي بيوي كاتا بفران